نبدأ بالمعراج يا مولانا. وفي المعراج اسمح لفضلتك أنطلق من سورة النجم. في سورة النجم الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الفؤاد، فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتحدث عن البصر. فهل ما رآه الرسول كما جاء في سورة النجم، هل جاء بالفؤاد أم جاء بالبصر؟ بعضه كان بالفؤاد وبعضه كان بالبصر. أولا كل المخلوقات سواء التي كانت في الماضي أو التي كانت في المستقبل يراها النبي صلى الله عليه وسلم بالبصر. الخلاف الذي حدث بين الصحابة، هل رأى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الليلة؟ فكانت السيدة عائشة تقول نور أن يراه، سبحان الله، يعني هيرى إيه. وهنا يأتي بقى قضية نفس القضية بتاعت وكلم الله موسى تكليما. ما هو الله لا يتكلم بحرف، إنما بأن يخلق المعاني في قلب الرسول، ولكنه كلام، لأنه استعمال المفعول المطلق يدل على الحقيقة وليس المجاز. فلما يقول وكلم الله موسى مسكت تكليما، أدام قال تكليما يبقى كلاما حقيقيا. طب إيه هو بقى طبيعة الكلام الحقيقي ده؟ أدي الكلام هنا بقى، إنه ده كلام انطبع وخلق في كدال، نعم، على مدلول. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما رأى يبقى الرؤية بالفؤاد. الفؤاد شاف حاجة، الفؤاد شاف حاجة، لكن هذه الحاجة لا يستطيع المقلة والشبكية والعين، صح، وانعكاس الأضواء عليها حتى يقطر العين، نعم، لا تستطيع العين القيام بهذه الوظيفة، لأنها ليست من خصائصها ووظائفها. زي الجبل مع سيدنا موسى مثلاً، ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فسوف تراني، لكنه ما استقرش، صحيح، على طول فخر موسى صاعقا، وخر موسى صاعقا، وخر موسى صاعقا. فالقضية هنا هي الإدراك. نعم. أنا ممكن أدرك الكهرباء لما ألمسها واتلسع منها كده، لكن من شايفها، من شايف الإلكترون السيال وهو ماشي مش شايفه، لكن حاسس يا إما بأثاره يا إما بيه هو نفسه، زي الكهرباء كده. فالعالم هذا عالم سدرة المنتهى وعالم الجنة وعالم العرش وعالم عالم له قوانينه وله سننه، بخلاف السنن الأرضية، نعم، اللي خلق فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فده عالم له قواعد وده عالم له قواعد أخرى. والله سبحانه وتعالى أفادنا في سورة النجم بهذه الدقة. الفؤاد اشتغل والبصر اشتغل وحصل، ولا نستطيع أن نماري لأننا قد نفتقد قواعد ذلك العالم. نعم. احنا نعرف القواعد الأرضية بما علمنا الله، مش عارف لو سبنا حاجة تسقط لتحت من الجاذبية، لو مش عارف في ضغط هواء، في مش عارف ايه الحاجات اللي ربنا علمها لنا نعلمها لو أولادنا في إعدادي وثانوي دي. أيوة، بس دي ده عالم آخر، دي قوانين أخرى وقواعد أخرى. نعم. والعقل البشري يستطيع أن يتصور هذا. في أبحاث كثيرة في الفيزياء الحديثة على هي الثقب الأسود ده اللي موجود، هو ده بداية ولا نهاية؟ بداية ولا نهاية؟ وهناك بعض العلماء المسلمين من الفيزيقيين قالوا طب ما هو ربنا سماها سدرة المنتهى، ما قالش سدرة المبتدا. نعم. فإذا فده النهاية، يعني لأنه الفيزياء بتختلف من هذه النقطة لتلك النقطة. نعم. رسول الله خرج صعد إلى السماء فالتقى بالأنبياء. نعم. بعض الأنبياء مش كله، فالتقى في السماء الأولى بسيدنا آدم، وفي السماء
الثانية بسيدنا عيسى ومعه يحيى ابني الخالة. نعم. لأنه يحيى والدته تبقى أخت السيدة مريم. صحيح. الصديقة عليها السلام. فالتقى بالاثنين دول كده هنا. وبعدين في الثالثة سيدنا يوسف. نعم. عليه السلام. في الرابعة سيدنا إدريس. نعم. عليه السلام. اللي هو هرمس الهرمسة. نعم. أو أعلم حاجة أو أول من خط بالقلم إدريس. حاجات كتيرة في سيدنا إدريس. وفي الخمسة هارون. وفي الستة موسى. نعم. وفي السبعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ده بقى اللي هو أبو الأنبياء. نعم. خلاص بقى في السبعة ده الكبير بتاعه. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وفي كل سماء يقف يتكلم مع النبي, مع اللي النبي في اللي موجود في هذه السماء. فهذا نوع من أنواعهم الذي بجسده العنصري في. نعم. هؤلاء هو سيدنا عيسى. اللي بجسده العنصري زي ما كان على الارض, اللي هو الجسم. نعم. ده هو. نعم. سيدنا عيسى. لان الاسلام بيرى ان سيدنا عيسى موجود وان. نعم. له مجيء ثاني, مثل ما يرى. نعم. المسيحيون تماما انه له مجيء ثاني. اني رافعك الي. هذه الايه الكريمه في حق المسيح عليه السلام. ورافعك الي. فدي هنا سيدنا عيسى بجسده العنصري. نعم. قوم واحد يقول هو امال بياكل ويشرب ازاي؟ يعني بقى هنا احنا البلاده في السؤال, لا مؤاخذه ما تاخذنيش, انا يعني حاجه غريبه. اذا كان ربنا قادر انه يخلق السماوات والارض, مش اني ابات عند ربي يطعمني ويسقين. فالاشياء دي ان الله على كل شيء قدير. العلماء الكلام اخذوا من هذا انه لا يمكن سيدنا النبي يمشي كده زي طياره ولا صاروخ ولا هيركب مثلا الضوء, لانه لو عمل كده يقعد في مليارات السنين. انما ده بخلق جديد, وهذا معناه انه العرض لا يبقى زمانين. معلش خلينا دلوقتي انا بقول لطلبه العلم بس, هم جايبين العرض لا يبقى زمانين ازاي من الاسراء والمعراج؟ يعني ايه يا مولانا العرض لا يبقى زمانين؟ سامحني يعني الواحد على قد برضه. يعني لا يزال الله يمدنا بالخلق. يعني احنا عاملين, انت عارف زمان كان في شريط كده بتاع السينما فيظهر فيه الممثل في اللقطه الاولى وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه وبعدين الرابعه. اهو احنا في خلقنا هذا كده, يعني ربنا سبحانه وتعالى كانه مشغل شريط للسينما. شريط السينما ده احنا بنخلق كل شويه, كل فيمتو فيمتو ثانيه, يعني كل لحظه الانسان في خلق جديد. في خلق جديد كل يوم هو في شأن, فهو في خلق جديد ومستمر زي ما تحط نقطه جنبها نقطه جنبها نقطه بتعمل خط, بس ما فيش فجوات بين النقطه والنقطه الثانيه, بس هما نقطتين. فده يعمل خط, فاحنا في خط موجودين من ساعه ما اتولدنا وكبرنا وعملنا وكده الى اخره لغايه ما نموت. طب ربنا لو قفل الاله دي بتاعه الامداد ينتهي الايجاد, يبقى احنا هنتبخر, مش هنبقى موجودين. الشاشه هتقفل. هتضلم خلاص, هتضلم. مفيش حاجه خلاص, مفيش خلق, مفيش انتهى. حاجه مش هنموت, لا ده هتضلم ده خلاص. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. سبحان. كل من عليها فان. فان يعني ايه؟ يعني قفلنا. انتهى كل حاجه اتقفلت, كل حاجه انتهت, بخرت, انتهت. كطي السجل للكتب, كطي السجل خلاص قفلناها وخلاص. فين بقى؟ مفيش حاجه الخلق. خلاص مفيش خلق. ليه؟ لان هذا امداد من عند الله. امداد لايه؟ نعم. للايجاد. نعم. فالامداد مع الاستعداد. نعم. يحدث الايجاد. الامداد مع الاستعداد يحدث الايجاد. في شاشه وفي اله وفي تشغيل يحصل الفيلم قدامك, الحياه او الحياه والحركه والكلام. نعم. وتسمع وتعمل وكل حاجه.
قفلنا بقى الآلة، كل حاجة تطلع. البروجيكتور قفلناه خلاص، كل حاجة راحت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونبدأ من حيث انتهينا، حيث إن الله كان ولم يكن شيء معه سبحانه، فيصبح هو وحده ولا شيء معه، حتى يقول للشيء كن فيكون. فنعيد مرة تانية علشان يوم القيامة، عشان الحساب والعقاب والثواب. فالإسراء والمعراج ده نبهنا على حكاوي كبيرة قوي حلت مشكلات عند الفلاسفة الآخرين. يعني لما أرسطو فكر في الحكاية دي بقى في قولين، أن العرض يبقى زمنين ولا لا يبقى زمنين. لكن الإسراء والمعراج جت وبينت أنه ده لا يبقى زمنين. يعني عايز أقول لك أن فهم الإسراء والمعراج متعدد الجوانب، وله جوانب كثيرة جدا في الموعظة، وفي الحياة، وفي التوكل على الله، وفي القدرة الإلهية والالتجاء ومناجاة الله بما نريد، والدعاء وهكذا.